مرحبا بكم في قناة طبخ ونصائح خديجة. في فيديو اليوم غادي نديرو حلوة المعلكة بطريقة مبسطة جدا مع طريقة الطبخ ديالها. كتجي زوينة بزاف، كتعلق وكتخرج كمية كبيرة. في المقادير غادي نحتاجو نص كيلو كاوكاو محمر غير شوية طحناه بقشورو، نص كيلو ديال السنيدة، نص كيلو كوك ضروري يكون نوعية زوينة خصو يكون ميدم، سبعة البيضات، خمارة ونص كيف ما كتشوفوا. هاد القياس قل من نص كاس ما بين زبدة وزيت، شوية ديال القرفة حساب نص معلقة صغيرة، نص جوزة محكوكة. بسم الله غنبداو على بركة الله، غنضيفو البيض هو الأول مع الزبدة والزيت مع السنيدة، نخلطوهم مع بعضياتهم شوية. كيف ما شفتوا دابا غنزيدوا هاد القبيصه ديال الملح مع سنيده، نخلطوهم مع بعضياتهم مزيان حتى تذوب لينا سنيده. دابا الكوك كيف ما كتشوفوا كاوكاو صافي، وغنزيدو الجوزة مع شوية القرفة وخمارة ونص ديال خمارة. صافي ودابا نحركوهم مع بعضياتهم حتى يتجانسو لينا، نحاولو مندلكوش غير نجمعوهم بطراف صباعنا. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها، خاصها تبقى هكا مرقوفه. والا احترمتوا المقادير اللي عطيتكم راه تخرج لكم هذه النتيجه، ما تزيدوا ما تنقصوا عليها. كتغطسوها في مزهر هكا وكتفندوها في سكر كلاصي، خاص ضروري ديروها مزيان كيف ما كتشوفوا وتبعدوها من بعضياتها حيت هي راه كتزاد الحجم ديالها. ونكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. غادي ندخلها الفران اللي سخون من قبل غير من الفوق حتى تشقق مزيان، عاد نشعل عليها لتحت. وهذا هو الشكل ديال المعلكه ديالنا كيف ما كتشوفوا بعد ما وجدات. كتجي زوينه بزاف، كتجي رطبه وكتجي مشقوقه كيف ما كتشوفوا. نتمنى تجربوها وتعجبكم، غير خصكم تحترموا دوك المقادير اللي عطيتكم. وبالصحه والراحه.